صباح العربية، لا نحب القصص الحزينة كثيرا، ولكن هذه قصة حزينة مختصرة. ونذهب إلى بعد ذلك إلى نقاش يفترض أن يكون شيقا. القصة الحزينة والتي صدمت الكثيرين في العيد بدأت بخلاف حول النفقات وانتهت بجريمة قتل، ومن منشور حب إلى فيسبوك أو منشور وفاة على الفيسبوك. قضية تصدرت العناوين في مصر وتداولتها المواقع. بدأت بمشاجرة بين زوجين حول المصاريف في العيد، ثم تطورت إلى تبادل للضرب. انتهت بهرب الزوجة ريهام إلى المطبخ قبل أن تطعن زوجها محمد في صدره وتقتله. الزوج كان توجه لزوجته عبر فيسبوك: أنت أعظم انتصاراتي. على كل حال، لدى ندى حجازي المزيد من التفاصيل. خلال أيام العيد الكثير من زحمة القاهرة وقصة أصبحت حديث المدينة. زوجان من شدة تعبيرهم لحبهم عن بعض على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت تفاصيل مشادة بينهم انتهت بالقتل، صادمة بالنسبة للكثير من الناس في مصر. حسب تصريحات أهل محمد أنه كان يحاول دائما تلبية كل رغبات زوجته، وأنهم حتى كانوا يخططون للسفر في عطلتهم، ولكن لمشادة بينهم بسبب مصاريف العيد وتوضيح محمد أنه لا يمكنه الالتزام بها كاملة، انتهى بهم المطاف إلى مشاجرة كبيرة وضحت تفاصيلها ريهام في التحقيقات، وقالت أنه كان يحاول أن يضربها وأنها لم تشعر بنفسها إلا وهي تأخذ سكين من المطبخ وتطعنه في صدره لتنهي حياته على الفور. من المؤكد أن الحقيقة الكاملة سنعرفها عند صدور حكم المحكمة، ولكن لعل تلك القصة الحزينة تطرح الارتباط الإشكالي بين المال والزواج، وتعيد طرح مسؤولية كل من طرفي الزواج في تأمين حاجات الأسرة. ندى حجازي، صباح العربية، القاهرة. لنتحدث قليلا عن الفجوة بين الأزواج من الناحية المالية. منظمة العمل الدولية قالت أن كورونا أضرت بالنساء أكثر من الرجال فيما يتعلق بالوظائف، فقد تم الاستغناء عن 4.2% من وظائف النساء على الصعيد العالمي، وذلك بين عامي 2019 و 2020 بسبب الجائحة، وهو ما يمثل انخفاضا بواقع 54 مليون وظيفة مقارنة ب 3% من توظيف الرجال. ومن المتوقع يكون عدد النساء العاملات في 2021 أقل بواقع 13 مليونا من عام 2019، بينما من المتوقع أن يكون عدد الرجال العاملين هو نفس ما كان عليه في عام 2019. عودة إليكم عادل ومروة. أنا بتوقع أنه عادل بيحول كل مصروفه لزوجته وعائلته. لا، مو كله، ثلاث أرباع بس يا رب. شكرا شارف. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور عمرو عادل، استشاري نفسي. دكتور صباح الخير، أهلا وسهلا بك، كل عام أنت بخير ولو أنها متأخرة. لكن يعني اليوم هذه القصة بالفعل حزينة. هل عملية الإنفاق أو المصروف هي يمكن تكون القشة التي قسمت ظهر البعير، أم أنها بالفعل هي المشكلة الرئيسية في هذه الحادثة؟ صباح الخير عادل، وصباح الخير مروة، وصباح الخير على السادة المشاهدين جميعا. طبعا الخبر مؤسف، ومثل هذه الأخبار كتير، ولكن في أخبار بيسلط عليها الضوء أو بتظهر على السوشيال ميديا بشكل كبير. لكن خلينا نرجع لأساس الموضوع وأصله. الفكرة كلها ما بين الزوجين بتبقى فكرة مشاركة في الحياة. الحياة الأسرية قايمة على فكرة التشارك، أنا بشوف أن الأزمات اللي بتحصل ما بين الزوجين ما بتبقاش بسبب غياب الفلوس، ولكن بسبب أن الفلوس موجودة. يعني لو قلنا ان الزوج هو المسؤول مسؤوليه كامله عن رعايه الاسره والانفاق عليها، اوكي، ده احنا متعارف عليه والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فده في المجتمعات العربيه موجود. لما بتشتغل الزوجه او بيكون في مصدر دخل اخر غير الزوج، هنا بتبقى نسبه التشاجر والخلاف كبيره جدا، اللي هي مسؤوليتي ولا مسؤوليتك، هل انت المفروض تشاركي ولا لا. ده جزء مهم. أما الجزء الآخر هو أن المجتمع أصلاً يعادل ضاغط على الزوجين بشكل كبير جداً. صحيح. يعني اللي هم عايزين يروحوا مصايف وعايزين رحلات ولسه عايزين يلبسوا براندات، عايزين يواكبوا أو يعملوا مسيرة اجتماعية لجيرانهم وقرايبهم، ولازم يلبسوا أحسن منهم ويدخلوا أولادهم مدارس أحسن. كل الضغط الاجتماعي اللي بيبقى ضاغط على الزوجين
بيعمل مشاكل كبيرة جدا، فبيتطلب من طرف انه يدفع اكتر مما يتحمل، وبيخلي الطرف الثاني يضغط على الطرف المسؤول عن الانفاق، فمن هنا بتحصل فجوة كبيرة جدا بين الزوجين، احيانا بتؤدي الى الصمت اللي هو الخرس الزوجي. لكن انها توصل للقتل فهنا الكارثة الكبيرة، حالة الفوران الانفعالي او العاطفي اللي بيحصل ما بين الزوجين. يعني احنا عارفين دايما ان الزوجة ربنا يعافينا، يعني دايما ان الزوجة لما بتيجي تقتل بتخطط، يعني كائن ضعيف بيخطط وبيدبر ويعمل حيل شوية، فبياخد يعني وقت ويغفل الزوج. لكن يا مروة منطقي تتنرفز تجيب سكينة تقتل على طول؟ لا، ما هو أكيد أكيد إحنا ما نعرفش ملابسات القصة، أكيد فيها تفاصيل أكثر. بس خليني أبعد عن موضوع القتل وهذه الطاقة السلبية، أنا خليني أكيد أتكلم عن الجدل. يعني دائما ما يختلف، وفي يعني في مؤيد وفي معارض في هذه الفكرة، لأي مدى يعني مطلوب؟ يعني في رجالة بتطلب من زوجتها أنه نتقاسم في كل حاجة، البيت، السكن، المصاريف، المدرسة، كل التفاصيل، ده ليه حق؟ مقبول؟ طيب هنتكلم طبعا من ناحية شرعية، دي المتخصصين يفتوا فيها، هل يجوز للزوجة أو للزوجة أن يطلب من زوجته أن تشارك في المصروفات ولا لا؟ دي مش بتاعتي أنا. لكن خلينا نتكلم كلام ربما يكون صادم شوية ومحدش يزعل منه. إحنا في مجتمع عربي أو مجتمع شرقي مختلف عن المجتمع الغربي، ثقافتنا إن الزوج هو اللي بيأسس منزل الزوجية كله من A to Z، وهو اللي بيصرف، خلاص هو المسؤول عن الإنفاق، وده مرجوعه للدين ومن قبل الدين الطبيعة العربية كانت كده. بعد كده في مجتمعات زي مصر مثلا على سبيل المثال ابتدوا يتشاركوا في تجهيز الأساس، عفش البيت، فالزوجة بتجيب جزء والزوج بيجيب جزء، وده ما كانش موجود قديما، فأصبح عرف جديد يخالف العرف القديم وتماشى معه فئة طويلة لسنوات عديدة، فتغير العرف القديم بعرف جديد. خلاص بعد كده بقى فيها عمل المرأة، لأن ما نخبيش برضو عليكم الرجالة لما كانوا متحكمين ماديا وما كانش فيها عمل للمرأة ولا شغل ولا مصدر دخل، ضغطوا على المرأة كتير لدرجة أن كتير جدا من السيدات لما بتشتكي من أزواجهم فالأم أو الأب بيقول لها معلش ما يعني الرجل بيأكلك وبيشربك وبيصرف عليك، فتحملي لو ضربك لو زعقلك، فعيشناها تحت ضغط الفترة طويلة من الزمن. لما حصل انفتاح كبير والمرأة بقت تشتغل أو ليها مصدر كسب أيا كان هو إيه، غالبا بيكون الوظيفة، فأصبح في حبس للوقت المفروض هيكون مبذول للزوج وللأولاد وللبيت، فهنا وقفة نركز فيها كويس جدا. الوقفة دي بتقول لنا إن الراجل الزوج بيؤدي خدمة في الخارج في أي مكان شغله، بيؤدي خدمة بالفعل مقابل أن يجني المال. هيعمل إيه بالمال؟ هيصرفه على الزوجة اللي بتؤدي خدمة في البيت، لأن هو مش فاضي لده ولده، ففي تقاسم في احتياجات المنزل، الاتنين بيشتغلوا، حد بيشتغل في البيت وحد بيشتغل برا. دكتور خليك معانا، خلينا نسمع رأي الشارع اللي سألنا السؤال ذاته ونشوف إجاباتهم ومن ثم نكمل هذا الحوار إذا تكرمت. طبعا مشاركة الزوج مع الزوجة في المصاريف المادية طبعا دي مشاركة أساسية لبناء أي أسرة موجودة، والست طبعا المصرية الرمانة الميزان للأسرة، دي مشاركة بين الطرفين وترجع لكل أسرة على حسب احتياجات البيت، دي حاجة. الحاجة التانية هو المشاركة واجبة بين الاتنين، ثم الست النهاردة الست المصرية معروفة بأصلها ومعروفة بمشاركتها مع زوجها. يعني لازم الاتنين يكونوا متفقين مع بعض، الدنيا الحياة خدوة هات، يعني مرميش الحمل عليا ولا نرمي الحمل عليه، نقدر الحتة دي احنا الاتنين. ده كلام مظبوط، هما لازم يبقوا مشاركة مع بعض في الحياة وفي كل حاجة، في الفلوس وفي طالما هي بتشتغل لازم تساعده عشان تبقى الأمور ماشية كويس. طيب نعود إلى الدكتور عمرو عادل استشاري نفسي من القاهرة. دكتور يعني اليوم حتى لو كانت هناك المشاركة موجودة بين الزوجين ومتفق عليها، أحيانا اختلاف التفكير ما بين الرجل والمرأة بأن الرجل ينظر إلى بعض النواحي من أنه هذه هي الأساسيات، قد يكون الكماليات بالنسبة للطرف الآخر عكس ذلك، فبالتالي هنا ينشب الخلاف، هل نستطيع إكمال المسيرة، مسيرة هذه الشراكة، ولا الشركة راح تفلس؟ طيب عادل أنا سمعت سؤالك من الجزء الأخير للأسف، فأنا أحاول من الجزء الأخير أفهم طبيعة السؤال على بعضه.
احنا دلوقتي بنتكلم ان في مشاركه ما بين الطرفين. طيب. وزي ما سمعنا في التقرير كده ان في كله بيأيد، لكن طبيعه الواقع يا عادل مختلفه تماما. يعني اي حد هتجيبه في تقرير بتساله هل يكون في مشاركه، هيقول لك طبعا لازم يكون في مشاركه زوج او زوجه. لكن ايه هي طبيعه المشاركه لما نيجي نحط الفلوس؟ فدلوقتي الزوجه بتشتغل بتدخل دخل مادي، الدخل ده مش هتنفقه لان المجتمع العربي لا زال ضاغط على الرجل وعلى المراه، ضاغط عليها جدا ان القوامه ليك والانفاق عليك. طيب الزوجه بتشتغل ليه؟ دي ذمه ماليه مستقله. هتشارك في العمل، هتشارك في المنزل او في احتياجات المنزل؟ احيانا في اسر بترفض وفي سيدات بترفض. لا لا سيبنا يا دكتور سيبنا من هذا. انا اقصد اليوم منظور كل منهما الى الاحتياجات الرئيسيه اليوم قد يختلفان، فبالتالي الصدام قادم ام نستطيع انه نلاقي حلول؟ انت قصدك بغض النظر مين بيشتغل او مين ما بيشتغلش، فكرة الاحتياجات نفسها الضرورية، الرفاهية والكماليات بتختلف عند المرأة عن الرجل. الرجل دايما عقلاني اكثر، فبيبص للرفاهية لاشياء تنظر لها المرأة ان الاشياء دي رفاهية او من كمالياتها او من احتياجاتها الاساسية. الرجل لا ينظر لها على الاطلاق، ودي مش ميزة في الرجل ولا عيب في المرأة، ولكن في اختلاف، في فجوة كبيرة ما بين الزوجين. الاحتياجات الأساسية اللي بينظر ليها الزوجين لما سبق من الآباء والأمهات بتكون أكثر منطقية. لكن الكماليات اللي موجودة دلوقتي، أو إحنا في صراع تغيير الموبايل لحاجة أحدث، الزوجة إن هي رايحة مكان معين عايزة درس أحسن، في احتياجات دايما دي مش رفاهية بالنسبة للزوجة، دي أساسيات لابد منها. لكن لما في هذا الموضوع سيستمر هذا الاختلاف ما بين البيوت العربية. شكرا جزيلا لك دكتور عمرو عادل استشاري نفسي، أعتذر منك الوقت خلص، وأكيد هنشوفك في لقاءات أخرى ومواضيع مختلفة. يعطيك العافية.